برضه عايز تقول وجهة نظرك انت كريم في نعم. الفارق ما بين المسؤول طبعا والجمهور. طبعا طبعا اكيد طبعا. يعني كره القدم يا كابتن اسلام مساحه كبيره لوجهات النظر، يعني كره القدم اصلا كلها وجهات نظر، سواء في الامور الاداريه او الامور الفنيه، والموضوع طبعا متاح للناس كل. اي حد محب لكره القدم من حقه ان يقول وجهه نظره، ده امر لا خلاف عليه، ومفيش اي حد يجرؤ او يقدر انه يحجر على وجهه نظر حد. ده امر خلاص منتهي ومش محتاجين نتناقش فيه. ولكن في نقطه مهمه برضو لازم ناكد عليها، وهي ان دايما نظره المشجع للامور بيبقى ليها منظور معين، و 90% ما بيبقاش المشجع مطلع على كل الامور اللي المسؤول داخلية. المسؤول مطلع عليه ليه الداخليه. فطبعا اكيد لما الجماهير مثلا بتتدخل في اي امور تخص التعاقدات او حتى القرارات الاداريه، كل واحد له وجهه نظره، حتى في الانتخابات كلنا بنقول وجهه نظرنا، لكن في حاجات بتبقى احنا ممكن مابقاش ملمين بيها زي المسؤول او الناس اللي في المطبخ. فعايزين نتفق ان كل واحد حر اكيد في عرض وجهه نظره، كل واحد اكيد حتى ايفن لو في برضه مجموعه، لان برضه عايزين ناكد حاجه، جمهور النادي الاهلي بنعدي 80 مليون، احنا كتير كتير قوي. اكيد طبعا لو في مجموعه شايفه مثلا وجهه نظر ما، اكيد طبعا لها احترامها، كل شيء ده لا امر لا غبار عليه، لكن برضو ممكن يبقى في مجموعات اخرى باعداد اكبر ممكن شايفه وجهه نظر اخرى. اهم شيء ان احنا نقول وجهه نظرنا بدون ما نمليه، وبدون ما نصر عليه اصرار اللي هو ايه لا كده لما فيش لا. انا غالبا في دي صح عندك حق طبعا، تحديدا الفارق ما بين الجمهور والمسؤول، ولكن دايما جمهور النادي الاهلي بيقول رايه وبيسكت، يعني يعني دايما وبيقف في ظهر ادارته. جميل. حتى طبعًا. لو جمهور الاهلي عايز كريم واداره الاهلي شايفه ان كريم لا ما يجيش مثلا يعني فخلاص، طالما اتخذ قرار من اداره الاهلي او من اداره المجلس الاداره او من اداره الكوره في النادي الاهلي، لو بتتكلم على الكوره مثلا انه خلاص كريم ما يجيش، يبقى خلاص الجمهور على الرغم من الجمهور عايز كريم يبقى الجمهور دايما بيبقى في ظهر صحيح. صحيح وده الاميز والاهم في مثل هذه الامور. وحاجه ثانيه بعد ما يعني سيب الناس اللي في المسؤوليه ياخدوا وبحسبهم عليه بعد كده، مفيش مشكله حقك صحيح، انما نتفق على حاجه ان هنا في يعني اسف ايه الفرق ما بين وجهه النظر والقرار. لا القرار هي دي المهم، برافو عليك، مع بعض القرار. وجهه النظر عندنا حتى يعني حتى في الاعلام، الاعلام عنده وجهه نظر لكن لا يملك قرار. صحيح. الاعلام لا يملك قرار، انا اشتغل في الاعلام لكن لا املك قرار على حد، انا اقول وجهه نظري، وجهه نظر خاصه بكريم سعيد اوكي، لكن ما عنديش قرار على اي حد في المجال كله، ولا لعيب ولا نادي ولا اتحاد كوره ولا اي ولا فيفا ولا اي حد. ونسيب هنا بقى القرار لمن يملكون حق اتخاذ القرار. حقيقي. عشان تبقى الدنيا ماشيه بشكل سلس، وتبقى ده دايما احب ان الباب يبقى موارب، يعني عشان تبقى الدنيا ماشيه صح ولا يتم استغلال الامر في السوشيال ميديا بشكل مش مناسب لخطه النادي او اسلوب اداره النادي. بس كده. ولكن برضو مره ثانيه وخلينا هنا اتكلم يعني باسم الجمهور، الجمهور لا يملي شيء الحقيقه. طبعا. دايما جمهور النادي الاهلي مختلف في هذا الامر، ان هو ممكن يقول لك يا جماعه احنا مش عايزين فلان او عايزين فلان، لكن في النهايه قرار الاداره هو اللي بيمشي. ده جميل. وطالما قرار الاداره صدر بتلاقي دايما على الاقل 90% او بلاش 90 80% من الجمهور بيقف في ظهر ادارته، وهو ده اللي احنا متعودينه دايما من النادي الاهلي، وبالتالي خلينا صحيح. ننتظر ايه اللي هيحصل خلال. وهنا لو كنا بنتكلم اكيد عشان اللي عايز كريم واللي عايز احمد واللي عايز اسلام واللي عايز وده مش عايز ده والصفقات طبعا كل واحد بيشوف من وجهة نظره.